السلام عليكم. وعليكم مجلس السلام المجلس، ورحمة الله. كاتب رأي بصحيفة مكة. حياك الله. معالي الوزير، خليني، الرؤية رفعت توقعاتنا ورفعت طموحاتنا أكثر نعم. وأكثر، وخليني أبعد عن الأسئلة المعتادة في المبادرات والتحديات. تفضل. استغل وجودك هنا، سؤال عام عن التعليم ليس فقط في السعودية. متى يفرح الطفل بالذهاب إلى المدرسة؟ يعني هذا السؤال عاش معنا منذ الطفولة. هل سنصل إلى مرحلة يغضب الطفل عندما تكون الدراسة ملغاة مثلا في يوم الغد؟ والله أولا أنا سعيد أنك تسأل هذا السؤال، لأنه حقيقة هو جل اهتمام القيادة. وسمو سيدي الله يحفظه لما تحدثنا عن تولي ملف التعليم ذكر لي أن الرؤية منهم ولهم، لذلك يجب أن نكون لدينا يعني خطة تحولية لوزارة التعليم تضمن أن يكون التعليم متميز ومنافس عالميا. كذلك لما تحدثنا عن المناهج، نريد أن نتحول من كون المناهج فقط معرفية إلى مهاراتية وكذلك إلى قيمية. هذا حيسعى بمشيئة الله يساعد على تعزيز ورغبة الطالب والطالبة على الذهاب إلى المدرسة. احنا الآن كذلك تحدثنا عن شراكة استراتيجية مع الثقافة والرياضة وغيرها، للهدف منها تعزيز الأنشطة والمهارات داخل المدارس، مما تعزز مشيئة الله رغبة الطالب أنه فعلا يكون هاوي ومتحمس على الذهاب إلى المدرسة. لما نتكلم عن كذلك تحسين البيئة التعليمية، من جزء من الفصل الأعمال التشغيلية هو في الواقع تحسين كفاءة الإنفاق والجودة العالية، بحيث تكون فعلا المدرسة جاذبة للطالب والطالبة. فأنا أتفق معك يا طول العمر، هذا مهم جدا، ويجب أن تكون النظرة شمولية من المعلم والمنهج والبيئة التعليمية، وكذلك الشراكة مع القطاعات الاستراتيجية كالثقافة والرياضة وغيرها، لتحفيز الطالب بالمهارات وبالأنشطة داخل الفصل التي تساعدهم مشيئة الله أن كل يوم يروحون يعني متشوقين للذهاب إلى المدرسة إن شاء الله.